الشين التعرفة أحسن من الزين المتعرفة. هذا المثل العراقي المعروف هو مو مجرد مثل، لكن مبدأ يتخذ به بالتعامل اليومي بالحياة، وخصوصا بالعلاقات، سواء كانت على الصعيد الأسري أو الاجتماعي بشكل عام. فالأمثال تم تداولها بسبب المواقف الإنسانية اللي تنشأ بالمجتمع، ومنها تصير شبيهة بالأحكام والتعليمات الخاصة بكل مدينة أو بلد من البلدان. المثل هذا يحكي عن الخوف من التغيير والتمسك بالأشياء القديمة مهما كانت سيئة، وبدوره يشجع على عدم التخلي عن العلاقات السامة، بسبب أنه القديم مهما حمل من مساوئ هو الأفضل من الأشخاص الجدد، حتى وأن ظهر وبطابع جيد، من مبدأ الخوف من التغيير تحسبا للمجهول. البعض يشوف أنه هالمثل بنوع من الظلم اتجاه الذات، بالإضافة للتشاؤم وعدم استقبال كل ما هو جديد بسبب البقاء على نفس الروتين وذات الأشخاص، وعدم السعي للتغيير تحت أي ظرف من الظروف، في حين أنه الحياة قائمة على مبدأ التغيير وقانون الحركة. وهذا يخالف مثلنا الشعبي اللي سار عليه هواية من الناس بمجتمعنا، سواء من الجيل القديم وحتى الجديد منهم، ما زالوا يتبعون نفس النمط. يا ترى منو بيهم الأصح، اللي يتبعون تطبيق المثل هذا بحياتهم الروتينية أم العكس؟